ينضم إلينا من خان يونس مراسل الغد إبراهيم قنن. إبراهيم أهلا بك مجددا، ضعنا في صورة ما لديك آخر ما تجدد من غارات إسرائيلية. نعم، يعني قبل قليل الآن كان هناك غارة إسرائيلية يعني في منطقة حمد إلى الشمال غرب خان يونس. الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة سكنية، تم نقل عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع ناصر الطبي. عدد كبير من الإصابات ومن الشهداء الذين وصلوا جراء هذا الاستهداف الجديد على منطقة حمد، وهي المنطقة التي تم استهدافها أكثر من مرة منذ الحرب على غزة حتى هذه اللحظة. على الأقل هناك شهيدان إلى الآن، وعدد من الإصابات، جزء من هذه الإصابات هي إصابات لأطفال ولمدنيين وفتيات، يوجد إصابات خطرة وحرجة. الطواقم الطبية تعمل بصورة كبيرة من أجل إنقاذ حياتهما. يعني القصف الإسرائيلي جاء بعد يعني تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والطائرات الحربية الإسرائيلية، سمع عدوي انفجارات كبيرة جراء هذا القصف الإسرائيلي. يعني أوضاع حقيقة صعبة. حتى الآن تبذل الطواقم الطبية جهود كبيرة من أجل إنقاذ حياة المصابين، فيما لا تزال قوات الدفاع المدني والإسعافات تعمل في المنطقة من أجل إخلاء المصابين وإخلاء الجرحى. الدمار أدى إلى القصف الإسرائيلي على الشقة السكنية، أدى إلى تدمير الشقة السكنية وتدمير عدد من الشقق السكنية الأخرى المجاورة لهذه الشقة المستهدفة وإصابة عدد من أفرادها. وضع صعب جدا، حالات إصابات مؤثرة جدا، إصابات لأطفال، صور لرضع، صور لفتيات صغار، صور لكبار في السن، صور لرجال أصحاب تلك الشقة. لا نعلم يعني ما هو هذا الاستهداف من هذه الشقق السكنية الآمنة. ما رأيناهم جميعهم هم مدنيون، هم أطفال، هم نساء، هم فتيات صغار، ولا نعرف أين يعني ما هو الهدف من قصف هؤلاء الأطفال، سوى أن إسرائيل تحاول أن توقع أكبر قدر ممكن من القتلى بين الفلسطينيين، خاصة بعد المجازر المروعة التي حدثت يوم أمس والتي أدت إلى استشهاد يعني أكثر من 1000 فلسطيني بالأمس، استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، خان يونس، رفح، المنطقة الوسطى، وكان أبشعها وأكثرها دموية الغارة الإسرائيلية التي المذبحة الإسرائيلية التي نفذتها داخل المستشفى المعمداني والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى. أوضاع صعبة، الطائرات لا تزال تحلق في هذه الأثناء، تجولنا داخل قسم الطوارئ والفور الوصول للإصابات. ما شاهدناه بأم العين هم أطفال ونساء وفتيات، يعني كبار سن، رجال، أصحاب آمنون في منازلهم، كلهم تعرضوا للقصف وتعرضوا للاستهداف، وتزال الإصابات تصل تباعا إلى مجمع الناصر الطبي جراء هذا القصف العنيف الذي بدد قليلا من الهدوء والحذر في خان يونس في يعني الساعة الأخيرة التي ربما لا تشهد فيها عمليات قصف. لكن التحليق المكثف بالطائرات، يعني هذا الصوت الذي يسمعه كل سكان قطاع غزة، هذا ينذر نذير شؤم، هذا ينذر بمزيد من الغارات، ينذر بمزيد من الاستهدافات، ينذر بمزيد من وقوع عدد من الضحايا. قبل ذلك كان هناك استهداف ليلا في ساعة متأخرة من ليلة أمس من الليل، عندما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل في منطقة خزان أبو رشوان، عفوا في منطقة بطن السليم، أغارت الطائرات الحربية على منزل في هذه المنطقة. هذا القصف أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين واستشهاد، وبالإضافة إلى شهيد. هؤلاء الناس جاءوا إلى هذا المنزل بعد أن نزحوا من أماكن سكنهم في مناطق متفرقة من خان يونس، لجأوا إلى هذا البيت. إسرائيل قامت بقصف منزل مجاور له، المنزل الذي تم قصفه يعني كان فارغا، لم يكن به أحد من السكان، لكن شظايا القذائف التي أطلقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية يعني أدى إلى استشهاد عدد من أفراد الأسرة
وإصابة آخرين من بينهم إصابات خطرة وتدمير المنزل أيضا المنزل المجاور يعني للمنزل المستهدف. وبالتالي عمليات استهدافات مستمرة. بالأمس يعني أيضا في ساعة متأخرة من ليلة أمس المخابرات الإسرائيلية قامت بالاستطلاع على منازل المواطنين من عائلة الحيدة وأخبرتهم بضرورة إخلاء منازلهم تمهيدا لقصفها. هذا المكان هو مرافق تماما لمجمع ناصر الطبي، هو مقابل البوابة الشرطية مباشرة لمجمع ناصر الطبي. هناك خشية من الطواقم الطبية، هناك مخاوف أن عندما إذا ما تم عملية القصف إذا ما تمت عملية القصف أن يؤدي ذلك إلى حدوث أضرار كبيرة داخل مجمع ناصر الطبي، وهناك خشية من أن يصاب كل من بداخل مجمع ناصر الطبي، خاصة وأن الناس السكان المجاورة لهذه المنازل لجأوا إلى مجمع ناصر الطبي لجأ يعني طلبا للحماية باعتقادهم أنها ربما تكون آمنة. بالإضافة أيضا إلى أن مجمع ناصر الطبي به الآلاف من المواطنين الذين يعني لجأوا من مناطق شرق خان يونس وأيضا من شمال غزة، وهم جالسون يعني في هذا المستشفى يعني يبحثوا عن الأمن والسلام وشيء من ما يمكن أن نسميه الأمن المفقود لسكان قطاع غزة. أوضاع ثالثية وصعبة، أوضاع إنسانية معقدة، الأمور تزداد سوءا ولا أحد يتحرك، والعالم ينظر على على هذه الجرائم التي تنفذ بحق الشعب الفلسطيني ليلا نهار. إبراهيم، عندما يكون كل منزل كل شارع كل شقة سكنية كل مخبز أو مستشفى أو مدرسة هو مشروع هدف إسرائيلي لقصفه في قطاع غزة، مثلما نتابع ونرى هذه الليلة وكل ليلة منذ بدء هذا العدوان، ماذا بوسع المواطن الموجود على الأرض أن يفعل؟ ماذا يفعل المواطنون عندما تسمع الغارات ويسمع دويل الطائرات وصوت الطائرات تحلق يعني في الجو؟ المواطن لا يملك من أمره شيء، هو يعني على الأقل يحاول أن يكون ثابتا صامدا قادرا على يعني مواجهة هذه الآلات وهذه القذائف بجسده العاري. يعني كما كل العالم لاحظ أن كل الاستهدافات ومعظمها هي المدنيون، حتى المستشفيات قصفت وتشهد بها المئات من المواطنين. المواطن يعني وضعه صعب، وضع مأساوي، هناك حالة من الخوف، لا أحد ينكر ذلك ولا أحد يريد أن لا يذكر ذلك. هناك حالة خوف، حالة من الخوف والهلع والرعب يعيشها سكان قطاع غزة، خاصة بعدما تبين أن كل الأهداف التي تستهدفها إسرائيل وتمثلها إسرائيل هي الأهداف مدنية. الآباء يبكون بحرقة على أبنائهم، والأمهات تبكي بحرقة، الأبناء ينظرون في وجوه بعضهم البعض وكأنهم يودعون يعني كل واحد منهم الآخر. يعني الكلمة الدارجة الآن في غزة إن شاء الله نشوفك على خير، يعني هذه هي الكلمة الدارجة الآن، وهذه كلمة وداع يعني متعارف عليها هنا في غزة. فبالتالي يعني الأمور كثير صعبة وكثير معقدة، الأمور يعني لا يستطيع الإنسان يعني ينتظر دوره من الموت. مع الأسف الشديد ما يحدث في غزة أوضاع الناس تنتظر دورها في الموت. يعني لا يوجد عقل بشري أو عقل إنساني ممكن أن يتوقع أن يتم استهداف مشفى به أطباء به مرضى به ناس نازحون أطفال يعني لجأوا إلى هذا المكان، وأن يتم قصفهم بقنابل محرمة دوليا تقتل البعاث. يعني لا أحد يمكن بعد هذا الأمر، لم يعد المقدور يعني سكان قطاع غزة إلا انتظار دورهم، ويعني كل يودع الآخر على طريقته. والكلمة الدارجة الآن في غزة يعني إن شاء الله نشوفك على خير. نعم، نحن في اليوم الثاني عشر إبراهيم، ندخل اليوم الثاني عشر، يعني كيف يعيش الناس؟ ماذا يأكلون؟ ماذا يشربون؟ خصوصا في ظل منع إسرائيل دخول أي احتياجات ضرورية للقطاع.
يعني لا احد يخفى عليه ان الكهرباء مقطوعه في قطاع غزه منذ ايام طويله، منذ نحو 12 يوما. هذا هو الصباح الجديد للحرب على غزه بدون كهرباء، مواد تموينيه اخذه في النفاذ. كان هناك يعني عدد من كميات موجوده لكن منذ 10 ايام لم يدخل. نعم يعني منذ 12 يوما لم يدخل الى غزه اي يعني مساعدات، لم المعابر مغلقه، لم يتم ادخال المواد التموينيه والسلع التموينيه والمثلجات واللحوم وما الى ذلك، والتي معظمها تدخل من معبر كرم ابو سالم والذي اغلقته اسرائيل بصوره نهائيه. المياه لا تصل الى المواطنين، نسبة العجز في المياه 90%. لك ان تتخيل كيف المواطن يعيش بدون مياه منذ 12 يوما سوى القليل، يعني لا بالكاد 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 يستطيع يدبر امره، يعني لا يستطيع. هناك جزء كبير من الناس باتت يعني منذ هذه 12 يوما لا تستحم لانه لا يوجد استحمام. هناك يعني الناس بدات في الصلاه تتيمم لانه تريد ان توفر الماء لشرب ابنائها واطفالها. امدادات المياه تصل ضعيفه جدا اذا كانت متواجده من ضمن الابار المتواجده في قطاع غزه، لكن لا توجد كهرباء لتشغيل هذه الابار، وبالتالي الامور معقده. واذا ما استمرت اسرائيل في استهداف نبيل يعني لنور وحذرت، قالت ان سكان قطاع غزه يتعرضون للموت عطشا. هذا لم يقله اي جهه مسؤوليه مسؤوله في غزه، ما قاله هي الامم المتحده. قالت ان سكان قطاع غزه يتعرضون للموت عطشا ويتعرضون لاكبر يعني عمليه جفاف، و أن مصيرهم مجهول ومرعب إذا ما استمر الحال على ما هو عليه. يعني إذا كانت المنظمات الدولية تحذر من عدم وجود مياه وأن سكان قطاع غزة يتعرضون للموت عطشا، فلك أن تتخيل السكان الذين يعيشون الآن في هذه اللحظات دون ماء، دون طعام يعني كافي، ودون كهرباء، ودون دواء، ومستشفيات مهددة بالانهيار، وموتى وجرحى ومصابين ومرضى. ستتحول المشاكل المتواجدين بها الى مقابر جماعيه، لك ان تتخيل. وما زالوا كل ذلك وما زالوا تحت القصف، تارة في حمد، تارة خان يونس، تارة رفح، تارة غزه، وتارة اخرى في بيت حانوت وجباليا والبريج والنطيرات وهكذا. يعني كل هذه المعاناه والقصف ما زال واصل. لك ان تتخيل كيف سيكون المواطن الغزي في ظل عمليات القصف البري والبحري والجوي، وظل الازمات وعدم وجود مياه وكهرباء وغذاء ودواء وعلاج. لك ان تتخيل الصوره. وللاسف الاوضاع سوف تزداد سوءا اذا ما استمرت اسرائيل في قصف المخابز على سبيل المثال، مثل ما وقع قبل قليل في سوق نصيرات استهدفت مخبز. اذا ما استمرت اسرائيل في قصف المخابز واي يعني اماكن تحاول ان تقدم يعني غذاء ما لاهالي القطاع، هذا يعني بان هذا القصف سوف يسرع من عمليه تجويع وتعطيش الفلسطينيين في قطاع غزه، غير ان الحصار ينقص المخزونات الغذائيه بشكل مستمر يوما بعد اخر منذ بدء هذه الحرب. يعني استهداف المخابز يعني عملت على تغطيه الحروب منذ سنوات طويله. نعم. ولم ارى يوما حتى في الحرب الاكبر التي استمرت 51 يوما، لم ارى المشاهد التي رايتها في الايام القليله الماضيه. عندما تتحدث عن مخابز يصطف أمامها المئات من الأطفال ومن النساء ومن الرجال ومن الشيوخ، من كل يعني أبناء الشعب الفلسطيني يصطفوا بالمئات، هذه المشاهد لم نكن نراها حتى في الحرب التي امتدت 51 يوما. يصطفون أمام المخابز من أجل الحصول على ربطة خبز يعني تعينهم طوال اليوم، ويتم قصفهم. يعني ما هو الهدف من ذلك؟
الهدف هو القتل، الهدف هو يعني التمغيص على 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 المواطنين. إذا لم تمت قتلا ستموت جوعا، إذا لم تمت بالقذائف المدفعية ستموت عطشا، وهكذا يوزعون الموت ليل نهار على سكان قطاع غزة بطريقة وحشية، بطريقة تتنافى كافة القوانين والأعراف الدولية.